سبحان الله. هناك أشياء وعلاقات بين الناس. شيء هناك علاقات ظاهرة، وشيء هناك أشياء باطنة يسيرها المولى عز وجل. لما إنسان يلقى إنسان ببشاشة وبترحاب وبكذا، لقى أول مرة وكأنه لم يلتقي به أول مرة، كأنه التقى قبل. إيش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة. إذا الإنسان من أهم الأشياء أنه يخضع لماذا؟ لرقابة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. علمونا وإحنا صغار في المدرسة من ضمن الأشياء أنه شخص راح إلى بستان، ربما الجيل 40 هذا يتذكر هذا الدرس، ربما ما أعرف هل هو الآن موجود في المنهج أو لا. يوم يقول لصاحبه إن أحدا يرانا، هم سيسوق البستان، قال لا أحد يرانا، ما حد يشوفنا. قال يقول له إذا كان صاحب البستان لا يرانا فإن الله يرانا. إذا كان، شوف هذا الدرس يعني ويتلقاه الصغار منذ نعومة أظفارهم، إذا كان صاحب البستان لا يرانا فإن الله يرانا. إذن إيش الرقابة؟